القياده العامه للجيش والقوات المسلحه بعد سلسله من العمليات الدقيقه انجزت وحدات من قواتنا المسلحه بالتعاون مع القوات الرديفه والحليفه مهامها في اعاده الامن والاستقرار الى مدينه دير الزور بالكامل بعد ان اجزت على ما تبقى من اوكار تنظيم داعش الارهابي في المدينه وقضت على اعداد كبيره من ارهابي التنظيم بمن فيهم من متزعمين واجانب ودمرت اسلحتهم وعتادهم وغنمت مستودعاتهم من الاسلحه والذخيره وتقوم وحدات الهندسه بتمشيط احياء المدينه وازاله العبوات الناسفه والمفخخات التي خلفها التنظيم الارهابي في المباني والساحات تاتي اهميه هذا الانجاز من الموقع الاستراتيجي لمدينه دير الزور كونها تشكل عقده مواصلات تربط المنطقه الشرقيه بالمنطقتين الشماليه والوسطى وتشكل ممرا رئيسيا بين باديه الشام والجزيره السوريه ومنها الى القطر العراقي الشقيق بالاضافه الى اهميتها الاقتصاديه كمنطقه زراعيه تعد خزانا رئيسيا للنفط والغاز كما ان تحرير مدينه دير الزور يشكل المرحله الاخيره في القضاء النهائي على تنظيم داعش الارهابي في سوريا خاصه انها كانت تمثل المقر الرئيسي لمتزاعمي التنظيم وبفقدان سيطرته عليها يفقد قدرته بشكل تام على قياده العمليات الارهابيه لمجموعاته التي اصبحت معزوله ومطوقه في الريف الشرقي للمدينه ان القياده العامه للجيش والقوات المسلحه اذ تحيي صمود اهلنا في دير الزور وبطولات قواتنا المسلحه وتضحياتها لتحقيق هذا الانتصار تؤكد ان الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفه والحليفه مصمم على مواصله حربه على ما تبقى من فلول تنظيم داعش الارهابي وغيره من التنظيمات الارهابيه حتى اعاده الامن والاستقرار الى جميع اراضي الجمهوريه العربيه السوريه. دمشق في الثالث من شهر تشرين الثاني لعام 2017 القياده العامه للجيش والقوات المسلحه.